لبنان سيبدأ في إعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات هذا الأسبوع. هذا ما صرح به الرئيس اللبناني ميشيل عون في 12 من الشهر الجاري. تصريحات أثارت انتقادات في الصحف العالمية وفي الأوساط الحقوقية الدولية. فهل يمكن للسلطات اللبنانية إجبار اللاجئين السوريين على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري؟ في شهر يوليو الماضي أعلن وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين أن لبنان يعتزم إعادة 15,000 لاجئ سوري شهرياً، مبرراً ذلك بأن سوريا أصبحت آمنة حسب قوله. وهذا يعني أن السلطات اللبنانية ستعمل على إعادة نحو 180,000 نازح سنوياً، علماً أن لبنان يستضيف 2.5 مليون لاجئ سوري. كما أن عملية العودة تستند إلى آلية استخدمت في عام 2018 وأسفرت عن عودة ما يقرب من 4,085 لاجئ سوري، حيث يتقدم الراغبون في العودة بطلب إلى مكاتب التسجيل، ثم يرسل الأمن العام اللبناني قوائم بأسماء اللاجئين المسجلين إلى الحكومة السورية للموافقة المسبقة عليها. وبعد تجميع أسماء اللاجئين المسجلين يتم تنظيم نقلهم في حافلات إلى الحدود السورية. حسب رئيس الأمن العام اللبناني فإن بيروت تنتظر حالياً رد سوريا بخصوص عودة 1,600 لاجئ سوري إلى بلادهم، وهو رقم أقل مما كان متوقعاً حسب تصريحات وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين لدي دبليو. وتنتقد أوساط حقوقية كثيرة قرار السلطات اللبنانية البدء في إعادة اللاجئين السوريين. منظمة العفو الدولية حذرت من أنهم قد يواجهون سوء المعاملة والاضطهاد في سوريا، واعتبرت أن الظروف القاسية في لبنان ترغم بعض اللاجئين السوريين على الموافقة على العودة طواعية.